أنا عندي هاي الحالة، هذا أكون شفاف أكثر، تقريباً 30 سنة عندي تحسس في قصبة الهوائية. عندما تثور هذه الحساسية أنا أتجنب المنبر، لكن فاجأتني يوم الجمعة فاضطرينا إلى الإلغاء. فما في شيء، يعني أمر طبيعي، رشح سكان مثل كل الناس. لو ما في خطاب يوم الجمعة ما حدا حس عش، ولكن أنا أحب أن أطمئنكم، لأن أنا شفت مثلا بعض ما قيل في الإعلام الإسرائيلي، بعض ما قيل أيضا في بعض الإعلام الخليجي. هلا شيء قال ذبحة دماغية، وشيء قال عناية ما بعرف شو، شيء قال إنه على أجهزة التنفس وما شاكل. ما في داعي للقلق نهائيا. أنا عندي هاي الحالة.